مستمرين بقى مع حضراتكم مرة تانية. دلوقتي احنا موجودين في المتحف الزراعي اللي انطلق بداخله معرض الزهور، اللي بجد هتتبسط وهيغير مودك 180 درجة، خاصة لما تعرف اسعار بعض الزهور والورود اللي موجودة في قلب المكان. طبعا الشتلات او النباتات العطرية اللي قدام حضراتكم دي اتفاجئت باسعارها، تبدأ من 5 جنيه. ده بجد يا جماعة، بخمسة جنيه لافندر، بخمسة جنيه نعناع بلدي، بخمسة جنيه دي قصرية، تمام. وفي حاجات تانية طبعا يعني بتعلى شوية من 20 جنيه، ولكن بقى المفاجأة ان فيه نباتات مثمرة، شتلات بتبدأ من 5 جنيه. اتفضل يا باشمهندس حسام. دي هنا طماطم اي شكل هنا بتلاتة جنيه. اي شتلة بتلاتة جنيه. اه. طب هنا عندي هنا كرنب احمر بتلاتة جنيه. شتة حارة حامية بتلاتة جنيه. شتة باردة بتلاتة جنيه. فلفل رومي بتلاتة جنيه. طماطم مثمرة اهي برضه بتلاتة جنيه. بتنجان عروس اسمر بتلاتة جنيه. بتنجان رومي اسمر برضه بتلاتة جنيه. طيب دلوقتي المهندس عصام بيوضح لحضراتكم ان الحاجات دي كلها موجوده واغلبها مثمر. يعني لو احنا قربنا اهو هتفرج على الفلفل مثمر قدامك اهو، شتله ب 3 جنيه. كمان شطه حمراء اهي حاميه ب 3 جنيه. مثمر اهي قدام حضراتكم. والطماطم اهي. والطماطم اهي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهي. برضه شتله ب 3 جنيه. اهي. يعني لو انت عندك مساحة مثلا هتقدر ان انت تاخد حاجة من دولت وتحطها عندك وهتبقى الدنيا زي الفل. طب ما تدينا برضو كده جولة على النباتات العطرية يا باشمهندس، وعرفنا الاسعار عشان الناس برضو احيانا الناس بتبقى ايه لما من المصدر ذات نفسها هتقول اه اكيد. يعني نعناع بلدي بخمسة جنيه. نعناع بلدي بخمسة جنيه. عطر بخمسة جنيه. ده عطر نبات اسمه عطر بخمسة جنيه. لافندر برضه بخمسة جنيه. اللافندر انا طبعا شامم الريحه حياة ما شاء الله لا قوه الا بالله. روزميري برضه بخمسة جنيه. ما شاء الله. تاخد اهوت القصريه كامله اهي بخمسة جنيه. طب ده بقى بيستخدم ليه يا باشمهندس؟ في الاكل. في الاكل. اعمل ايه بقى يعني؟ في المطبخ. في المطبخ. يعني الشيف ولا هو اخضر كده؟ طيب يعني ست البيت تاخده تحطه عندها في البلكونه، تقطع منه وتحطه في الاكل. ايه الاكلات بقى اللي بيبقى ليها طعم مختلف بقى بوجود المحشي؟ الله. ماشي يا باشمهندس. ايه تاني؟ زعتر بلدي. زعتر بلدي بخمسة جنيه برضو؟ بخمسة جنيه. اوه. بردوش برضو بخمسة جنيه. طب ايه بقى بيستخدم في ايه بقى البردوش؟ برضو في الاكل. اشرب بقى شاي وكلام من ده. بالظبط. يعدل المزاج. شيح. بيسووا في الجناين عشان الزواحف. واو. طب انت بقى لو عندك جنينه وعايز بقى ايه، مفيش اي زواحف بقى، ابراص، عرس، تعابين، اي حاجه تقرب بقى من الجنينه بتاعتك او اي حاجه هتاخد الشيح ريحته واضحه. برضه 5 جنيه. طب ايه تاني بقى يا باشمهندس عند حضرتك؟ مسك الليل ب 20. مسك الليل ب 20 جنيه؟ زهره تحفه. بيعمل ايه بقى؟ زهره تحفه، ريحه حلوه جدا. طب نشم كده؟ انا نفسي ان اللايف دلوقتي حضراتكم تشموا اللي انا شمه. ايه تاني بقى؟ ده ب 20 جنيه. ب 20 جنيه. طب ايه تاني؟ الريحان هو برضه ب 20. ريحان ب 20 جنيه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه تاني بقى ممكن برضه العروض اللي انتوا عاملينها طبعا تحفه، حاجات بتبدا من 3 جنيه، حاجات بتبدا من 5 جنيه، واكتر حاجه احنا شفناها مع المهندس عصام ب 20 جنيه، ولسه هو بقى ياخدنا بقى جوله في الحاجات اللي هي نبات الظل. ما شاء الله. عندي هنا الكوردرين. دي كل ده نباتات ظل جوه ال 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 داخلي. جوه دي اسمها صوبه صح كده؟ صوبه. احنا دلوقتي احنا دخلنا الصوبه يا جماعه. ماشي. المهندس عصام بيقول لحضراتكم دي كلها نباتات ظل بتبدا من 45. 45 جنيه. في 20. 20 جنيه هذا الصغير ده. دي كلها نباتات زينه. ده كروتون. ب 20 جنيه. ما شاء الله. هنا الكوردرين بيبدا من 45 لغايه 75 جنيه. انا بقى انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا اول ما دخلت الصوبه الجو حر فعلا، ولكن انا نفسيتي بقت مستريح، مش عايز اخرج. انا هفرش هنا ولا نايم؟ لابسين سانتا روزا. اه. بوتس.
ما شاء الله. ده كله بقى يعني ستارت 45 50 جنيه طبعا يعني مساحتها كبيره يعني. يعني بص هنا مش عارف اللايف كده موضح لحضراتكم ولا لا، الطول بتاعها ما شاء الله يعني تقريبا متر متر وشويه كمان ما شاء الله. 50 جنيه بالقصريه بكل حاجه كل حاجه. ده 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 الاصريه اغلى يعني، الاصريه بلاستيك اغلى من 50 جنيه. عروض يا جماعه ما تفوتش، لازم الناس اللي هي عايز تعرف الاسعار احنا بنقول لكم اسعار دلوقتي من معرض الزهور اللي موجود في المتحف الزراعي بالدقي. لو انت عايز تيجي بقى بالمترو وكده هتنزل محطه الدقي و10 دقايق مشي هتلاقي نفسك انت قدام المتحف. لو سالت اي حد هيقول لك وزاره الزراعه جنب وزاره الزراعه على طول، والمشوار ما يتوهش، وهتدفع 10 جنيه دخول، ولو معاك عربيتك هتدخلها جوه ب 25 جنيه، وهتخش جوه هتاخد او هتلاقي من خيرات الله. اتفضل يا باشمهندس. الشمدوريا 75 جنيه. تمام، دي دي برضه زينه. الشمدوريا عندي برضه شوفيره. تمام. 30 جنيه. ده بصير اهي 45 جنيه. ما شاء الله. طلع كبير. اهي. ما شاء الله. دي طبعا بقى يعني بتتحط بقى ايه قصاد عماره قصاد كله داخلي داخلي يعني في قلب العماره من جوه. جوه الشقه. حلو قوي. برضه تجيب اكسجين ولا تسحب اكسجين؟ اي حاجه خضراء دي تطلع اكسجين وتاخد سيلو سيلو. يعني انت بقى ايه اهو انت عندك اهوت حاجه هتدخل لك اكسجين في قلب الشقه. انما بيقول لك بالليل يعني كان بقى في معلومات كده تقول لك بالليل بيسحب الاكسجين من الاوضه والكلام ده كله. لا لا سبحان الله. بين الخضار والجو. تمام. الخضار يعني النباتات الخضراء الورق الاخضر يدي اكسجين وياخد سيلو سيلو. الموضوع واضح جدا. انا في قلب الصوبه يا جماعه، والصوبه هي زي ما حضراتكم شايفين، ولكن المكان